معدلات ها؟ مثل الذين يظهرون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. فهات تقرأ يلا آخر آية في وجه 44. قول معروف. لا يا أيها الذين آمنوا ناس تقرا هنا خلها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا ولد جنب ضلوعي توجعني. محمد سعد راح ينادي العيال. اه والله يا ضلوعي وجعتني كان ضربة ابراهيم.